مشاهدينا رجعنا بعد الفاصل وحنحكوا على مرض حقيقة أصبح منتشر في ليبيا بشكل كبير جدا. مستشفى تاورغا أعلن أن 1300 وشوية حالة عندنا في ليبيا مصابة بهذا المرض. هذا الداء أصبح منتشر بشكل كبير جدا. خلينا نتعرفوا بداية منى على بعض المعلومات عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه. مرض الليشمانيا للأسف الصراحة في العديد من الأمراض الموجودة عندنا في البلاد يعني خصوصا في ليبيا في منها اللي ممكن إنه هو يتماشى وممكن يكون عنده موسم معين، لكن في العديد من الأمراض لعند اليوم برغم إن هي متعارف عليها تكون موجودة في ليبيا ما لقولهاش حل. والجهات المعنية الجهات المفروض إن هي تكون مختصة بإن الحفاظ على المواطنين مش قادرة أن هي تلقى هذه الحلول الصراحة. لو نحكي على هذا المرض، هذا المرض جدا فظيع الصراحة. بالضبط، نتعرفوا مع بعضنا في هذا التقرير عن وين وصل داء الليشمانيا في ليبيا، هذا الكابوس اللي يؤرق الجميع. ما زال كابوس الليشمانيا يخيم على المشهد في ليبيا لعند توا، بالرغم من الإعلان عن توفر كمية من الدواء المخصص لعلاج المرض عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الأيام اللي فاتن. وتعد تورغا من أكثر المناطق اللي تضررت من المرض هذا، وما زال مستشفياتها يستقبلوا في حالات المرضى، حيث تم الإعلان عن إصابة أكثر من 112 حالة من أهالي المنطقة بعد أن وصلت الحالات في الشهر اللي فات بس إلى أكثر من 1000 حالة في تورغا. بدورها سجلت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض 376 حالة اشتباه بالليشمانيا في مختلف المناطق الليبية، وهذا ما قد يندر بتزايد استمرار هذه الكارثة اللي انتشرت بطريقة متسارعة نتيجة لتلوث البيئة ومياه الصرف الصحي اللي تنتشر فيها الحشرة الناقلة للمرض. ويعتبر غياب الإدارة الفاعلة والدعم اللازم للأسباب اللي أدت إلى انتشار هذا المرض، بالرغم من المناشدات والتحذيرات اللي تم إطلاقها واللي لم تلقى أي استجابة حتى الآن. استمرار للأسف هذا المرض في ليبيا وخصوصا في مدينة تورغا، وحنحكوا أكثر عن هذا الموضوع أكيد مع ضيفنا الدكتور محمد إدريس مدير مستشفى تورغا. أهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم وسهلا مشاهدين. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية نحكي لنا كم عدد الحالات لعند اليوم؟ كما تفضلتم في مقدمة هذا البرنامج، عدد الحالات يقترب من 1400 حالة حتى مساء الجمعة الماضية. للأسف، يعني عارفين نحن أسباب، تقريبا عدينا أسباب الحالات، ولكن نبي نسأل على الكيفية للوقاية، وهل في كميات من، حتى سمعنا أن في زي المادة التلقيح كعلاج من هذا المرض، هل هي متوفرة عندكم إلى الآن ولا لا؟ مرض الليشمانيا هو منتشر في العديد من دول العالم، وسبب زي ما هو معروف يعني طفيل وحيد الخلية طفيل الليشمانيا، وهذا المرض منتشر في أغلب دول شمال أفريقيا. وهناك أنواع من هذا المرض منتشرة في قارات أخرى، في البرازيل وغيرها. الموجود في ليبيا، النوع الموجود في ليبيا هو الليشمانيا ميجر، وهذا النوع بفضل الله يعني لا ينتقل من إنسان لإنسان، غير معد، يحتاج إلى الخازن حتى تكتمل دورة حياة هذا المرض.
دكتور تقريبا 18 شهر او هيك، حكينا المده بالضبط، اعتقد ان هي من بين 6 شهور الى 18 شهر، صحيح؟ فتره حضانه هذا المرض من لمعه ذبابه الرمل حتى ظهور الاعراض تمتد من اسابيع الى شهور، يعني احيانا تحتاج الى شهور حتى تظهر التقرحات على جسد المريض. اما فتره الاصابه بالمرض قد تستمر الى 18 شهر، سواء يعني هذا اذا كان ما فيش علاج. فتره العلاج ممكن ان تقصر مده الاصابه بالمرض الى اقل من ذلك، ولكن هو يحتاج في كل الاحوال الى فترات طويله حتى يشفى المريض من هذا المرض، ويترك للاسف اثار على جسد المريض واثار نفسيه ممكن تستمر طويلا مع المريض. للاسف. بدكتور يعني صراحه برايك شنو سبب انتشار هذا المرض وخصوصا يعني في ليبيا وتورغا؟ يعني هو الحقيقه منتشر في عده مناطق من ليبيا، يعني غرب ليبيا توجد به الليشمانيا الجلديه، تمتد من جبل نافوسا، الجبل الغربي، حتى بنوليد، حتى غريان، حتى جنوب دليتن، سيرت، ابو غرين، الوشكه، تورغا، يعني دخلها هذا المرض عام 2004 تحديدا. في المنطقه الشرق الليبي والجنوب الليبي توجد نوع اخر من الليشمانيا، وهي الحمد لله يعني اصبحت قليله او نادره، الليشمانيا الحشويه، وهي اخطر من الليشمانيا الجلديه، تصيب الاعضاء الداخليه للجسد وهي مميته، ولكن الحمد لله يعني حالات قليله جدا ممكن تسجل خلال هذا العام حاله او اثنين في الجنوب الليبي. دكتور يعني نعم بدكتور يعني الذبابه هذه يعني هل هي تكون يعني عايشه لفتره طويله؟ نحن يعني متعارف علينا ان الذباب العادي له فتره معينه ويموت فيها، كيف قادر ان هي تنتقل بهذه الطريقه يعني لاغلب المدن؟ هذه الذبابه يعني موجوده بشكل طبيعي في كل المدن والمناطق، هي موجوده، ولكن الذباب الرمل الموجود في المناطق الاخرى غير مصاب بالليشمانيا. نحن نتحدث على منطقه اصبح المرض الليشماني متوطن فيها، واصبحت هذه الذبابه ناقله لهذا المرض، فتره دوره حياتها كاي ذبابه او كاي بعوضه اخرى قصيره جدا، يعني وهي من الحشرات الضعيفه والضعيفه وحجمها لا يتجاوز ثلث حجم البعوضه. دكتور محمد نعم نعم دكتور محمد، بنسألك على عدد الحالات المصابة، أصبح في تزايد، يعني من حوالي تقريبا شهر ما كانش العدد هيك، اللي وصل الآن إلى 1400 حالة مصابة بهذا المرض، هل تتوقع ازدياد في الحالات المصابة؟ لأن أعتقد أن ما فيش كمية الدواء في ليبيا مش متوفرة، هل تتوقع زيادة الحالات في الفترة القادمة؟ هو الدواء حاليا الحمد لله يعني متوفر وبكميات، الحمد لله ممتاز، قام المركز الوطني بتوفير كميات يعني تكفي هذا الموسم بكل تاكيد، الحمد لله، يعني كميات موجوده عندنا في المخازن وهي كافيه. سبب زياده عدد الحالات طبعا عدد الاهالي العائدين الى تورغا كل يوم في ازدياد، يعني هناك ازدياد في الناس العائدين الى تورغا والناس اللي تأتي إلى تورغا وتقيم فيها أحياناً أيام لجني التمور أو للقيام ببعض الأعمال الصيانة في منازلهم. كل هذه الأعداد كل ما يزيد عددهم كل ما يزيد عدد المصابين بمرض الليشمانيا. السبب الآخر طبعاً اللي هو فقد نزوح أهالي تورغا عن مدينتهم 7 سنوات، أفقدهم المناعة، يعني كان لديهم مناعة ضد هذا المرض اكتسبوها من خلال إصابات سابقة، صحيح، يعني خلال فترة ما قبل النزوح أصبحوا مهيئين أكثر للإصابة بالمرض. كذلك المدينة يوجد بها العديد من المكبات ومياه الصرف الصحي وغياب المكافحة الميدانية للخازن اللي هو الفار البري، انقطاع برامج المكافحة أدى الى ازدياد مأهول في عدد الفئران البريه وعدد ذباب الرمل، عدم حركه الاراضي ايضا طيله هذه السنوات تسبب في ازدياد كبير في عدد الفار السنومس والخادم. نعم. كل هذه العوامل المشتركه ساهمت في وصول العدد الحالات الى ما وصل اليه.
نعم، شكرا لك أكيد دكتور محمد إدريس مدير مستشفى تورغا على حديثك معنا وتواجدك معنا، أكيد شكرا لك، نتمنى أكيد الشفاء للجميع يا رب. الخبر المبشر أعتقد أن هذا النوع الموجود في ليبيا غير معدي، فقط أن نحن نلتزم بالوقاية من هذا المرض اللي بما فيه أن في المناطق اللي مشكوك فيها أن موجود فيها ذبابة الرمل أن تلبس إكمام، أيضا البخاخ اللي هو DEET موجود في الصيدليات أنك أنت تستخدمه بصفة دورية، لكن الخبر المبشر أنه هو غير معدي، وأعتقد أن في ليبيا قادرين نحن نتحكم فيه. أيضا كمية الأدوية الموجودة كما قال الدكتور محمد أن هي هذه الكمية متوفرة وتقدر تكفينا لنهاية العام، فأعتقد أن تقريبا حنقدر نتحكم في هذا الداء إن شاء الله يا رب، نتمنى أكيد السلامة للجميع.